بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده على فضله وإنعامه وإحسانه وتوفيقه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا فقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأتباعهم بإحسان وعلينا وعلى ذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي تمم بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم باب الباب الثالث من الكتاب هو باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدره وكثرته هكذا. شعر أو شعر بسكون العين وفتحها. شعر أو شعر نعم هو معروف. ثم وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنه عن حميد رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. نعم. وبه قال حدثنا هناد بن السري رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد رضي الله عنه عن هشام بن عروة رضي الله عنه النبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال أخبرنا أبو قطن رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه النبي سحق رضي الله عنه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنقبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. فإذن هذه روايات في طول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قال إلى نصف أذنيه كذلك سيأتي رواية كان إلى أنصاف أذنيه هذا إلى النصف. ثم قال هذا شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وفي هذه الرواية كانت جمته تضرب شحمة أذنيه. الوفرة يعني ما يبلغ إلى شحمة الأذن هذا هو الوفرة. إذن دون الوفرة يعني تحته تحت الوفرة. الجمة يعني ما يبلغ ويسقط على الكتف هذا هو. إذن فوق الجمة يعني هو كان لم يبلغ إلى كتفه بل فوقه هذا يدل على أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شحمة أذنه وبين كتفه يعني ينزل عن شحمة أذنه ويكون فوق الكتف هكذا. لكن هناك رواية يعني إلى نصف أذنيه وكذلك إلى أنصاف أذنيه كذلك يعني تضرب جمته تضرب شحمة أذنيه. هذه الجمة يعني ليس معناه يعني مجموع شعره فقط ليس بالمعنى الذي
فسرتها به سابقا. نعم تلري بوش احمد تودني. اذن ثم يعني إذا ورد في بعض الروايات أن أشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط على كتفه. إذن هناك روايات مختلفة إلى نصف الأذن أو إلى شحمة الأذن، يعني إلى ما تحت شحمة الأذن فوق أني الكتف، كذلك يسقط على الكتف هكذا. فإذا الشراح حملوها على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال. نعم. وقد تحصل أن الروايات اختلفت في وصف شعره صلى الله عليه وسلم. إبراهيم الباجوري يذكر في حاشيته هكذا، وقد تحصل أن الروايات اختلفت في وصف شعره صلى الله عليه وسلم. وقد جمع القاضي رحمه الله بينها بأن شعره ما كان في مقدم رأسه، بأن من شعره ما كان في مقدم رأسه وهو الذي بلغ نصف أذنيه، يعني ما كان في مقدم رأسه إذا مده إلى أين يصل؟ إلى نصف أذنيه. وما بعده هو الذي بلغ شحمة أذنيه، فإذا يكون ما كان في أمام الرأس يبلغ إلى شحمة نصف الأذن، ما وراء يعني هذا في الناصية وما وراءه يكون إلى شحمة الأذن، وهو الذي يليه هو الكائن. ثم والذي يليه هو الكائن بعد أذنيه وعاتقه. إذن هكذا يعني قسم إلى ثلاثة أقسام، ما كان في أمام الرأس، ثم ما وراءه، ثم ما وراءه، ثم ما كان خلف الرأس، هكذا أربعة. قسم شعر الرأس إلى أربعة أقسام. فإذا والذي يليه هو الكائن بين أذنيه وعاتقه، يكون تحت شحمة الأذن فوق العاتق هكذا. وما كان خلف الرأس هو الذي يضرب منكبه كتفه هكذا أو يقرب منه. فإذا في مبلغ شعر النبي صلى الله عليه وسلم هناك اختلاف روايات أربعة، فهذا باختلاف موضع الشعر هكذا جمع القاضي رحمه الله. وجمع النووي رحمه الله تبعا لابن بطال رحمه الله بأن الاختلاف كان دائرا على حسب اختلاف الأوقات، فهذا الذي ذكر به كثير من الشراح، اختلاف الأوقات في تنوع الحالات. فإذا قصره كان إلى أنصاف أذنيه، حينما يقصر النبي صلى الله عليه وسلم شعره إلى أين يقصر؟ إلى أنصاف أذنيه، هذا يمتد يبلغ إلى أنصافه، ثم يطول شيئا فشيئا. وإذا غفل عن تقصيره، فإذا عندما يطول يعني ينزل ما، فإذا في وقت ينزل إلى أين؟ إلى شحمة الأذن، ثم أيضا يطول وينزل إلى يكون بين عاتقه كتفه وبين منكبه وشحمة أذنه، ثم أيضا يطول يصل إلى المنكبين هكذا. فعلى هذا ينزل اختلاف الرواة، فكل واحد أخبر عما رآه في حين من الأحياء، وكل من هذين الجمعين لا يخلو عن بعد. باجوري يقول نعم. أما الأول فلأن الظاهر أن من وصف شعره صلى الله عليه وسلم أراد مجموعه أو معظمه لا كل قطعة منه. فإذا هذا القاضي رحمه الله جمع هكذا قطعة من الشعر يبلغ إلى موضع كذا وكذا. فإذا الذي وصف شعره صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، بل أراد مجموعه، هذا هو الظاهر، لذلك هو بعيد كذا قال إبراهيم الباجوري. وأما الثاني يعني جم الإمام النووي رحمه الله به إلى بعد، لماذا؟ فلأنه لم يرد تقصير الشعر منه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة كما وقع في الصحيحين، وحلق حلق الرسول صلى الله عليه وسلم شعره رأسه أربع مرات، قصر مرة واحدة فقط.
فإذا هذا ظاهر جميل الإمام النووي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر أحيانا أحيانا، وهذا خلاف ما لها وقع في الصحيح. فاللولى الجمعان، هنا جم ثالث في الجم اختلاف للشراح، هذا جم آخر، بأنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في عمرته وحجته، في عمرة القضاء، في عمرة الجعرانة هكذا، ثم في حجته هكذا. وقال بعض شراح المصابيح كذلك عند تحلله في الحديبية إلى حلق رأسه هكذا 4 مرات. وقال بعض شراح المصابيح لم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في سن الهجرة إلا في عام الحديبية، ثم هذا لأجل التحلل، ثم في عام عمرة القضاء، ثم عام حجة الوداع. فإذا كان قريبا من الحلق كان إلى أنصاف أذنيه، من حلق رأسه ثم ينبت شعره، هذا يطول يطول يطول، فإذا يصل إلى أين؟ يبلغ إلى أنصاف أذنيه، ثم يطول شيئا فشيئا فيصير إلى شحمة أذنيه وبين أذنيه وعاتقه، وغاية طوله أن يضرب منكبيه إذا طال زمان إرساله بعد الحلق. فأخبر كل واحد من الرواة عما رآه في حين من الأحيان، وأقصرها ما كان بعد حجة الوداع، فإنه توفي بعدها ب3 أشهر. نعم. فإذا هذه الحالة لم يصفها أحد، يعني ب3 أشهر لا يبلغ الشعر بعد الحلق إلى شحمة الأذن. نعم، هذه حالة أخرى. نعم، هذا جم جيد. لماذا؟ لأن في الجم السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في أنصاف الأذنين، يقصر الشعر في أنصاف الأذنين، هذا لم يرد، لذلك هذا جم يعني جيد كما يبدو لي. نعم، وهكذا يعني كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم رضي الله عنه قال حدثني أبي عن قتادة رضي الله عنه قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. سبق شرح هذه الكلمات كلها وهذه المسألة أيضا. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر رضي الله عنه قال أخبرنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه أن ابن أبي نجيح رضي الله عنه مجاهد رضي الله عنه أن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه، أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر، 4 غدائر، الغديرة الذؤابة، اللفيرة، إلى اللفيرة يعني الشعر المنسوج، منسوج لفرة الشعر يعني نسج الشعر. إذن هكذا كان 4 غدائر. متى كان هذا؟ هذا في حجة الوداع، لا في فتح مكة، في فتح مكة. إذن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أم هانئ في مكة واغتسل ثم خرج. نعم، فإذن هذه الحالة هي التي وصفتها أم هانئ رضي الله عنه. فإذا قدم قدمة وله 4 غدائر، الغديرة اللفيرة الذؤابة، يعني الشعر المنسوج هكذا، يعني إما يسدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره، هذا الإسدال يعني يقول شراحه يسدل على جبينه هكذا، على جبينه هكذا عادة. ثم بعض قال هذا يعني الظاهر من سياق الحديث الآتي، من عادة أهل الكتاب وعادة المشركين، هذا سدله إلى الوراء تماما،
إلى الوراء، ليس على الجبين، هكذا شرح آخر، إلى الوراء. ثم يعني عادة أخرى، الفرق فرق كل الشعر من المفرق يفرق هكذا، ثم يجعله 4 لفائر، يعني ينسج هكذا 4 هكذا، هكذا هنا واحد وهنا واحد ثم هنا واحد ثم هنا واحد هكذا 4، ينسج هكذا بعل يلوي بعلا على بعل هكذا، هكذا كان يعني غدائر 4 لفائر، هذا في الحديث الآتي. وبه قال حدثنا سويد بن نصر رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عن معمر رضي الله عنه عن ثابت رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى انصاف اذنيه. قدمت شرحه ثم. وبه قال حدثنا سويد بن نصير رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يونس بن يزيد رضي الله عنه الزهري رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. يسدل هكذا، لكن كتب ابن حجر الهيثمي رحمه الله بضم الدال وكسرها، فإذا يسدل أو يسدلو. نعم هذا يسدلو أو يسدلو. يقال سدلت الثوب أرخيته وأرسلته من غير لم جانبيه، وإلا هو قريب من التلفيف، ولا يقال فيه أسدلته بالألف، لا يقال أسدلت بل يقال أسدلت، ذلك ممكن في اللبط بالتشكيل خطون. كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. نعم. إذن يسدل شعره، هذا الاستال يعني كما ذكرنا يعني إرساله على الجبين، كذلك قيل هذا إرساله إلى الوراء. نعم. مشركون يفرقون رؤوسهم، هكذا يجعلون فرقتين، ثم يعني يظفرون أشعارهم، يعني يجمعون أشعارهم مجموعات مختلفة ينسجونها هكذا، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، يعني هم هكذا يلقون إلى الوراء أو إلى الجوانب، يعني حول الرأس أو إلى وراء الرأس أو إلى الجبين، كل هذا سدل. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فإذا هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق آخر أمره صلى الله عليه وسلم الفرق. نعم. فإذا هذا ما معنى يعني كان يحب موافقة أهل الكتاب، أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء، لماذا كان هذا؟ ذكر إبراهيم الباجوري في حاشيته يعني المواهب اللدنية، حاشيته المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية. نعم. فيه قال قال القرطبي وحبه موافقتهم كان في أول الأمر عند قدومه المدينة في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم فيه. لماذا كان هذه المحبة؟ لتأليفهم كانت هذه المحبة. فلما لم ينفع فيهم ذلك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم تأليفهم لكن لم ينفع فيهم هذا التأليف، وغلبت عليهم الشقوة، أمر بمخالفتهم في أمور كثيرة،
وإنما أثر محبة موافقة أهل الكتاب دون المشركين. لماذا؟ لتمسك أولئك ببقايا شرائع الرسل. هذا أهل الكتاب كان عندهم يعني بعض الشرائع الباقية بعد تحريفه، إذن هم يتمسكون ببقايا شرائع الرسل، لذلك كان يحبهم. وهؤلاء وثنيون لا مستند لهم، المشركون ليس لهم مستند على كتاب ولا شيء إلا ما وجدوا عليه آباءهم، كما قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أو كان إما لهذا أو كان لاستيلافهم، هذا تأويل آخر، لطلب إلفتهم، كما تألفهم باستقبال قبلتهم، ذكره النووي رحمه الله وغيره. ثم ورده الشارح ابن حجر بأن المشركين أولى بالتأليف، من هم أولى بالتأليف؟ أهل الكتاب أو مشركون؟ مشركون، هكذا يعني رد هذا التأويل الأول. لكن إبراهيم الباجوري يقول هو مرلي غير مرلي، نعم، يعني رد الشارح ابن حجر غير مرلي. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قد حرص أولا على تألفهم حينما كان بمكة. ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على تألف المشركين، وكلما زاد زادوا نفورا، يعني كلما زاد النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لهم، ماذا وقع منهم؟ زادوا نفورا نفورا، فأحب تألف أهل الكتاب ليجعلهم عونا على قتال من أبى واستكبر من عباد الوثن. نعم، هكذا كان. فإذا حاول النبي صلى الله عليه وسلم تألف المشركين أولا، لكن زادوا نفورا. فإذا يعني حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من بينهم، هذا يدل على غاية نفرتهم وإيذائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بالهجرة، ثم بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حاول تألف أهل الكتاب. نعم، هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك يعني لم يكن هذا. أي ابن حجر الهيثمي رحمه الله ذكر في حاشيته وفي الحديث ما يدل على أن تلك المحبة إنما كانت قبل اشتهار الإسلام، فلما فتحت مكة واشتهر الإسلام أحب مخالفتهم، مخالفة أهل الكتاب. نعم، ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الكتاب في كثير من الأمور. نعم، ثم بعده حديث، وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه عن إبراهيم بن نافع عن المكي رضي الله عنه عن ابن أبي نجيح رضي الله عنه عن مجاهد رضي الله عنه عن أم هانية رضي الله عنه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ظفائر أربع. هذا حديث قد سبقنا. فإذا هكذا كان يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نسج أشعاره، أولا يفرق يعني فرقة وينسج هكذا. فإذا هذا الحديث يذكر فيه ابن حجر الهيثمي رحمه الله، وفيه يعني في هذا الحديث حل ظفر الشعر حتى للرجال، هذا حلال، بل لو قيل بسنيته فلا بعد فيه، وليس مما يختص بالنساء، هذا ظفر الشعائر، ظفر الشعر شعر الا شعار، ليس مما يختص بالنساء إلا باعتبار ما اعتيد في أكثر البلاد في هذه الأزمنة المتأخرة، هذا هذا اختصاص ظفر الشعر بالنساء عادة النساء في أكثر البلاد في هذه الأزمنة المتأخرة، هل يعتبر هذه العادة ولا اعتبار؟ ولا اعتبار بذلك، هكذا قال، لا يعتبر هذه العادة. لماذا؟ هذه العادة ليست مستندة إلى الشرع، وجاء الشرع بخلافه، لذلك جاء الشرع بخلافه. نعم، قال ابن حجر رحمه الله فيه
علي القاري، ملا علي القاري يذكر في حاشيته، يعني جم الوسائل. نقل هذا القول، وفيه حل ظفر الشعر حتى للرجال، وليس يختص بالنساء إلا باعتبار ما اعتدى في أكثر البلاد في هذه الأزمنة المتأخرة، ولا اعتبار بذلك. أقول عادة السعادة في بعض البلدان أيضا هي الظفر. عادة السعادة في بعض البلدان حتى في هذه الأزمان المتأخرة هي الظفر، لكن على غديرتين واقعتين بين يديهم، تفرقة بينهم وبين النساء، إذا عادتهن وضع الضفائر خلفهن، هن ينسجن أشعارهن في خلفهن. أما الرجال السعادة ليسوا كذلك، يعني هنا في الأمام يكون بين يديهم. وهذا الفرق يكفي في عدم التشبه بهن، والله أعلم. نعم، هكذا هذا جائز، بل هو سنة نسج الأشعار. نكتفي بهذا القدر. ثم باب، يعني ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ فيما بعد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.